يتحدث على الذكاء الاصطناعي، ولسائل أن يسأل اليوم تونس وين في وسط الموضوع هذه، تونس والدول الإفريقية فين في موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم. الناس كل تحكي على أهميته، فمشكون يقول أنه متخوفين هالثورة ولا اللي صاير هذه في موضوع الذكاء الاصطناعي. راتيوها احنا كتوينسا وكدول إفريقية وما نكونوش في مستوى اللي صاير على العالم. هذا اللي باش نحكي وفيه، لأنه فما منتدى دولي لمديري نظم المعلومات باش ينتظم في تونس من 26-28 أكتوبر 2023. احنا باش نحكيه على المنتدى هذي وشنو الإضافة اللي قدمها معنا عضو لجنة تنظيم المنتدى أمل حمودة معنا في المباشر. مرحبا بك للا، صباح الفل. صباح الخير، شنو حوالكم؟ شكرا جزيلا ليك، مرحبا بيك مدام أمل. احكي لنا شوية على المنتدى وعلى الذكاء الاصطناعي الساعة اليوم وأهمية الذكاء الاصطناعي. أي المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات وعلى الفورم انترناسيونال دي سي هو تو في دورته التاسعة على التوالي. هو ملتقى دولي يصير كل يوم كل عام بريسك، سامحوني. ويلا ما نش اسمع في مدام أمل، ما عادش اسمع فيها، نعرفش ممكن مشكلة متاع معلومات. اي تو رجعنا نسمع فيك للا، تقص كأنه تقص الاتصال ورجعنا تو نسمع فيك. دونك يصير كل عام، هذا اللي فهمنا. اي يصير كل عام، احنا تو في الدورة التاسعة. والملتقى هذايا هو مكان يلم مديري نظم المعلومات. اش معناها مديري نظم المعلومات؟ شكون؟ لي دي سي، لي ديريكتور دو سيستيم دانفورماسيون، هما لي ديريكتور اللي يتمهاو باللي سيستيم دانفورماسيون دي زونتربريز. ايوا شبي بي اثناء عندنا اكثر من 500 مدير نظم معلومات من تونس ومن الخارج. عندنا اكثر من 25 بلاد مشاركه، ما نعرفش كان تحب نسمي لك كلكو بيي. اي ميسالش مش باش نسميو ال 25 ولكن اهم الدول المشاركه. نجمو نحكيو على المغرب العربي الكل معانا، برشا بلدان من افريقيا. اثناء زاد عندنا لو بيي لونور سي لا غيني. اي عندنا اون ديليغاسيون تري امبورطانت من غيني. باهي. وللدورة نتاع السنة اخترنا شعار اي اي فور افريكا فيوتشر از ناو. كما نعرفوا التكنولوجيا الجديدة نتاع الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا ولات مستعملة برشا في الشركات الناشئة ولا في الشركات الكبيرة زادة. حابين في 3 أيام هذوما نلموا أكبر عدد ممكن من مديري نظم المعلومات وأكبر عدد ممكن من لي كونفيرونسي ولي بانيليست باش نجموا نحكيو ونتناقشوا على الموضوع الداكتواليتي هذايا. علاش التركيز على افريقيا اليوم؟ تعتبروا انه فما بوتنسيال في القاره الافريقيه يلزم نخدموا عليه اكثر، يلزم نستغلوا اكثر، يلزم توعيه اكثر باهميه الذكاء الاصطناعي، والا كيفاش؟ بالضبط ما حبيناش نقتصروا على تونس اول حاجه، على خاطر احنا لدي المديرين نظام المعلومات اللي يجوا بحذانا من افريقيا زادا، وكما واحنا زادا بلاد من لو كونتينون افريكان. دونك اي حاجه تشمل افريقيا تشملنا احنا زادا. دونك حبينا نكبروا في سبيكتر ونحكيوا على انتيليجونس ارتيفيسيال في سبيكتر اكبر بارابور للافريك الكل. اليوم سيادتك لو كان نقولوا لك تقيم لنا اليوم مدى استفاده تونس اليوم والمؤسسات التونسيه من الذكاء الاصطناعي، هل ماشيين في ثنية باهية؟ هل مازلنا متأخرين بارابور اللي صاير في العالم؟ كيفاش تقيم الوضعية؟ أنا حسب رأيي متأخرين بارابور اللي صاير في العالم، سا سي فيدا. أما كان نخمو في روحنا احنا في تونس كهوا إلا في الأفريق قاعدين نقدموا بشوية بشوية، سيرتو مع الشركات الناشئة. احنا نعرفوا الإيكو سيستيم دي ستارت أب في تونس إيكو سيستيم كبير برشا، أكثر من 800 ستارت أب. وعلى ذكر لي ستارت أب، احنا عندنا أن كونكور تري امبورتون إلي أ تخوازيام إيديسيون في الفورم دي سي. كل عام نستدعاو 10 ستارت اب، 10 شركات ناشئه، يجيو اليكسبوز باغمي لي زيكسبوزون الاخرين. منهم
يتعرفوا على ديريكتور سيستم دانفورماتيون ويل ايشانج انتر او ونختاروا منهم ثلاثه بور فير غاني ان سول ابري سولون لو بروجي نتاعو. والسنه العشره شركات ناشئه اللي اخترناهم هما شركات ناشئه اللي يستعملوا الذكاء الاجتماعي في المشاريع نتاعهم. واضح الموضوع الحقيقه مهم ويطول الحديث فيه. على كل حال نتمنى كل التوفيق للفوروم هذايا وان شاء الله واحده واحده نقدموا اكثر في مجال الذكاء الاصطناعي، هالمجال الواعد اليوم اللي العالم الكل الحقيقه يتحدث عليه. ومشكوره على تدخلك معنا مدام امل حموده عضو الهيئه المنظمه.